مسيه ديليسيبس، صدقني انا مش قادر اتصور ان جنابك بتزورنا في بيتنا المتواضع ده. ازاي بقى بخوم افندي، ده انت من كبار تجار محترمين وكمان بتستورد حاجات من فرنسا، وعلى فكرة التجار هناك بيتمنوا انك انت تستورد اكتر. يا مسي احنا ناس على قدنا. اكسكوزي مع مسي. يا وليم في حضرتك عارف مين هنا؟ هيكون مين يعني؟ شيخ جمال الدين الافغاني مثلا؟ هو بنفسه. بتتكلم جد؟ طب خليه يتفضل وانا هقعد شويه كده مع الخواجه. اكسكوزي مو، انا اصلي شرفنا دلوقتي ضيف وجنابك عارف عاداتنا وتقاليدنا وكده. تحب نعمل معاه تاني؟ يا مسيو ديليسيبس، جنابك ليك الأولوية، بس أنا كنت عاوز أسأل سعادتك لو ما كانش يضايقك إن الضيف يجي يقعد معانا. مش أعرف مين هو الأول؟ الشيخ جمال الدين الأفغاني. أهلا وسهلا. أهلا شيخ جمال. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. بونجور مسيو ديليسيبس. بونجور. تفضل تفضل. أنا سعيد الحظ يا مسيدي ديليسيبس، أنا شفتك النهاردة عند بخوم أفندي. أنت أنا اللي حظي كبير. بخوم أفندي بيقول لي ممكن ضيفنا يقعد معنا. أنا لو كنت عارف إن ضيفه هو شيخ جمال الدين أفغاني كنت قمت واستقبلتك بنفسي. ممنون يا مسيح. على العموم كويس إن أنتوا ترضيتوا. أنا لدي رغبة من وقت طويل اني اشوف مسيه ديليسيبس واقعد معاه، حتى سالت عليه قالوا لي مسافر شويه فرنسا شويه اوروب شويه مصر سياحه. والله يا اخي فرنسا دي حيرتني واحترت معاها. ليه؟ هي الثوره الفرنسيه مش يجي من 80 سنه، شويه زياده يعني سنه سنتين. دلوقتي خلاص بقيتوا زي انجلترا وغيرها من الدول الأوروبوية. ليه؟ موقفكم من مصر على سبيل المثال موقف استغلال واضح وتبعية مهينة لإنجلترا. فين يا مسيه ديليسيبس الثورة الفرنسية؟ فين المساواة والحرية والإخاء؟ يا جماعة يا جماعة اهدوا شوية، قولوا لنا هتشربوا إيه؟ اسأل الشيخ ممكن يقول إن أنا بحاول أفرض رأيي عليه. لا يا مسيه، أنا بالذات لا أحد في هذه المعمورة يفرض رأيه علي. صباح شريف خير باشا. أهلا أهلا إسماعيل باشا. تفضل. شكرا. 8 شهور وجنابك ما دخلتش المكتب ده. شاغل يا خيري مشاغل. أنا اللي هقول لك، ما أنت عارف كل حاجة. أصل اللي يدخل في خدمة أفندينا كده لازم يبقى عامل حسابه، ما فيش يوم راحة، ما فيش فرصة للقاء صديق زيك مثلا. طيب زيارة النهاردة دي يعني نقدر نقول انها مسامحة من النظام ده؟ زيارة النهاردة في الواقع واجب لصديق، صديق انا خايف عليه. قلقتني. لك حق تقلق. طيب ممكن اعرف مين هو؟ احمد الخزندار. معقول؟ ليه في ايه؟ احمد راجل طيب ما فيش كلام، انما مشكلته انه مش قادر يتاقلم مع حياه القصور. ده انا مره بساله بقول له قريت كتاب الامير لميكيافيلي؟ اكتشفت انه ما عندوش فكره عنه. قلت له لا هاته واقراه، وفعلا قراه ناقشه فيه. بعد كده اكتشفت انه ما استوعبش منه اي حاجه. قلت له يا احمد اذا كان ميكيافيلي عارف ان في ناس زيك هتقرا كتابه ما كانش الفه اساسا. بس ميكيافيلي كان عارف ان في ناس زي احمد الخزندار وكمان كان عامل حسابه. واحنا كمان عارفين ان في ناس زي احمد الخزندار وعاملين حسابهم، لكن لما يبقى واحد منهم صديق لازم الواحد يقف جنبه، مش كده؟ ده كلام جميل. وانا قررت اني اقف جنب احمد الخزندار. ليه؟ مش مهم ليه. طيب ممكن نعرف ايه الموضوع؟
ولا لازم تعرف الموضوع. كل لازم تعرفه ان احمد الخزندار في مأزق دلوقتي وممكن يضيع نفسه، وانا قررت ان اقف جنبه، يمكن عشان الصداقة والذكريات القديمة، ويمكن لانه راجل طيب وما يقصدش حاجة وحشة. ده كلام جميل طبعا وانا موافق عليه، بس ممكن سعادتك يعني ترسم لي خط ابتدي امشي منه؟ في ملف هو عايز يفتحه، مش مصلحة حد انه يتفتح. ملف ايه؟ ملف اشرقت. يضرك؟ جدا طبعا، احنا اصدقاء قدام يعني، وانت فاهمني كويس. انا عايزك دلوقتي تروح لاحمد الخزندار وتمنعه من الموضوع ده، مش تحاول تشرح له لانه مش هيفهم. طيب واذا يعني ما سمعش كلامي؟ يبقى القاعدة واضحة، انا ومن بعد الطوفان، والطوفان اول ما هياخد احمد الخزندار. طب والوقت اللي اقدر اتفاهم فيه؟ 6 ساعات. اهلا 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 خير باشا. اهلا 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 اتفضل. الله، لكن انت نازل ولا لسه جاي من بره؟ في جميع الاحوال يا خير باشا، انا عندي وقت اسمعك فيه. ومين عرفك ان انا عاوز اتكلم معاك؟ سنة ذكاء صغيرة كده يعني. عرفت ان اسماعيل المفتش زارك في مكتبك، فقلت لنفسي زي ما لجأت الخير باشا يا احمد يا خزندار، المفتش بيلجأ لي. تفرق في ايه؟ الخزندار لما يجي لي بياخد رأي صديقه، انما المفتش بيهدد. بيهدد بايه؟ المهم انه بيهدد. هو لسه اسماعيل الباشا المفتش ما يعرفش ايه الحكاية؟ اسماعيل المفتش عارف كويس قوي ايه هي الحكاية، وعارف انت قلت ايه النهاردة بالظبط، وكم دقيقة نمتهم، وايه اللي بيدور في خيالك. الكلام ده ما بيخوفنيش. لا انا ما اقصدش اخوفك. في الحالة دي لازم اقولك ان انا عندي موعد دلوقتي مع افندينا، واظن آن الأوان إن حنمشي. كلمة أخيرة يا أحمد، الأحسن إنك تنسى الموضوع ده كله. أهلا يا أحمد بيه. أهلا بيك يا شدي. وفاضل 5 دقايق على ميعاد أفندينا. بس أفندينا مش هنا. إزاي؟ خرج من نص ساعة تقريبا. ليه؟ في حاجة؟ ما عنديش فكرة. لا بس دي أول مرة تحصل. ثانية واحدة. فعلا الميعاد متسجل هنا. يكون أفندينا نسي الميعاد؟ ما حصلش قبل كده. بس أنا عايزه في موضوع عاجل جدا. أنا ما عنديش حل، وأنا بالنسبة لي النهاردة خلاص، ومش هشوف جنابه إلا بكرة الصبح. خلاص أنا هشوف حل. ولبي والليل يا حلالي.
حامي الهرم قول لك نعم يا مهر الكرم يا بدر التمام كلنا مستهام يا بدر التمام كلنا مستهام والليلة حرام والله المنام الليلة حرام والله المنام يا بدر
زي الأيام الخوالي يا أفندينا. لا إسماعيل، مش زي الأيام الخوالي. زمان كنا بنخرج ونسهر ونضحك من غير ما نقصد، إنما دي ليلة مدبرة. ده اتهام ليه يا أفندينا؟ أيوة، اتهام بتدبير ليلة جميلة. في الحالة دي أنا مضطر أن أقر وأعترف بالجريمة. المهم إنها مدبرة. أنا ما أقدرش أكذب على أفندينا، ده أنا حتى لو تجرأت وفكرت إن أكذب أفندينا هيكتشف الحقيقة فورا. ما كانش في داعي لتدبير الليلة دي يا إسماعيل. أنت كنت تطلب اللي أنت عاوزه وأنا أحققه لك. يا أفندينا سبق وحققت لي بدل المرة ألف، بس الحقيقة أنا مش عايز حاجة. مفيش حد يا إسماعيل مش عاوز حاجة. الحمد لله أفندينا أغناني عن السؤال. بس أفندينا يا إسماعيل قلقان قوي. الديون عدت 90 مليون، وده رقم مرعب. أفندينا ما تقلقش، مفيش مشكلة ملهاش حل. طب ودي بقى حلها إيه؟ بس ده مش موضوعنا الليلة دي. انت عامل جدول اعمال بقى من نقطة واحدة بس. اللي هي ايه؟ وليا الامان يا افندينا. اسماعيل انت عارف ان ليك الامان من زمان، والامان ده هيستمر للنهاية. انا بس نفسي افكر افندينا بجمايله عليا و اسماعيل ابتديت احس ان الموضوع ده هيوجع قلبي. إلا إذا أفندينا خد الموضوع بحكمة وروية وهدوء. اتكلم يا إسماعيل. كده خط فاطمة. مظبوط يا فندم. الجواب ده لتوصل؟ لو افندينا تفضل وكمل الجواب هيكتشف انه مش لسمو الامير توصل. هي الحقيقة ما كانتش شغوفة قوي بيه، دي ما كانتش موافقة على الجواز من الاول. الجواب ده لمين يا اسماعيل؟ مين؟ معقول افندينا لحد دلوقتي ما استنتجش لمين؟ اسماعيل الجواب ده لمين؟ لاحمد الخزنداري يا افندينا. مستحيل. فعلا كان لازم استنتج انه لاحمد الخزنداري، لكن ازاي؟ احمد الخزندار اكبر مني في السن، ازاي؟ عارف يا اسماعيل، انا لو كنت كاتب روايات زي راسين او فيكتور هيجو كنت كتبت رواية عن نهر النيل، نهر عظيم احنا ما بنشوفش منه غير جريان ميته، لكن ما بنشوفش أسراره. دي سر يا إسماعيل. طبعا يا أفندينا هي دي أول مرة، وأرجو طبعا أنها ما تبقاش آخر مرة. أنت قلت إن السهرة لها موضوع واحد، والموضوع انتهى يا إسماعيل. في ايه ولدنا مجنون؟ عاوز اتكلم معاكي دلوقتي. اذا كان الوقت مش مناسب امشي. عادي ولدنا مجنون، عادي. انا عارفة سياسة كده، بالنهار حوادث وبالليل حوادث. ايه اللي حصل؟ اللي حصل اني تعبان. مسكين ولدنا،
انت تعبانه من ايه؟ تعب التعب ان الواحد يبقى متهيأله انه مسيطر على كل حاجه حواليه ويكتشف ان ايديه مربوطه ورا ظهره، مش قادر يعمل اي حاجه ابدا. قولي تخاريف كمان، قولي بس ده يريحك كتير. وانا جاي في السكه فكرت اني اخبي واسكت وما قلتش لحد ابدا، لكن حسيت ان ده مستحيل. حسيت ان النار اللي جوايا لازم تخرج، لازم اتكلم مع حد. فكرت في كل الناس اللي انا بحبهم واللي ممكن اتكلم معاهم في موضوع زي ده، ما لقيتش حد غيرك. وانا هنا اسماعيل. وخلاص صحينا، تشربي قهوه؟ شربت. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان فاطمه بتحب. فاطمه مين؟ فاطمه اسماعيل. فاطمه اسماعيل بتحب؟ بتحب مين؟ واحد من الناس اللي بيشتغلوا معايا. انت مجنونه وستين مجنونه كمان. فاطمه ما تحبش حد الا البرنس توسو. اتفضلي، ادي رساله كتباها للراجل ده. اتفضلي. مش ممكن فاطمه تكون مجنونه كده. على العموم سيبيلي الموضوع ده يومين ثلاثه كده وانا هعرف لك ايه الحكايه. يوم واحد بس، بكره اخر النهار. طيب سيبيلي الرساله. تضيع؟ انا حافظت عليك العمر كله، الرساله هتضيع مني. انا اسف يا امي اني ازعجتك في وقت زي ده. اسماعيل، انا اكتر وقت حبيتك فيه انك جيت دلوقتي وازعجتني. سلامة بيه. ايوه يا خضر. نيازي بيه بشتك. يا ساتر يا رب، ماله؟ منتظرك في اوضه الصالون. ايه وده عايز ايه دي؟ معرفش. طيب روح قدم له اي حاجه يشربها وكله انا جاي. يمكن يكون ناوي على الصلح يا ابن عمي. صلح؟ نيازي بيك يعرف صلح؟ دي ما يعرفش حتى الضحك. يمكن بقى ست وداد هانم بعتاه. لا ما افتكرش. وداد هانم صحيح بتجرجره في كل حته، لكن ما اعتقدش انها تبعته مكان. طب ما تقوم تشوف، ويا خبر النهارده بفلوس بكره يبقى ببلاش. الخبر اللي النهارده ببلاش مع نيازي بيك يبقى بفلوس. على اذنك يا بنت عمي. اتفضل يا ابن عم. اهلا 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 اهلا. سلامة بيه نسيبه حبيبي. اهلا وسهلا. اهلا اهلا يا نيازي بيك، اتفضل اقعد ارتاح. ايوه بس انا لازم اعتذر. عن ايه؟ عن ان انا كنت سلبي السنين اللي فاتت. اعمل ايه؟ وده اللي بيطلع في دماغها بتنفذه، بس الحمد لله اني قدرت ارجع الحق لاصحابه. وانت لها والله. انا اتكلمت معاها في موضوعكم. موضوع ايه؟ اي موضوع اللي يخصك انت وهي بس. يعني قلت لك انا يا وداد، ايه الكلام اللي انت فيه ده؟ طلاق ايه وكلام فارغ اللي انت بتتكلمي فيه ده؟ يعني بس بيني وبينك يعني المشكله يعني انها مش واثقه فيك. ليه؟ انا عملت ايه يعني؟ ما هو انا كان لازم اتجوز. ايوه مفهوم طبعا. ايوه انا كان ممكن اقول لها يا وداد هانم انا كبير عيله وانا من حقي يبقى لي ذكر في الدنيا، انا من حقي اتجوز واحده تخلف لي عيال، لكن حرصا على مشاعرها انا ما عملتش ده. ايوه انا قلت لها الكلام ده فعلا، ورحت اتجوزت بعيد وفي السر برضو حرصا على مشاعرها. ولما جاني الولد لم اتباهى، ما عملتش زي اللي بيعملوا في سني يفرحوا ويعلنوا ابتهاجهم. لا
أنا كتبت فرحتي في قلبي، خبيتها عن أقرب الناس ليا حتى حمزة أخويا. أعمل إيه أكتر من كده؟ أنا قلت لها الكلام ده وأكتر واقتنعت. إيه؟ اقتنعت؟ أيوة اقتنعت، بس رجعت تاني وقالت لي خلاص أنا مخلفته لعيلي طلعها. وتبقى إزاي يا وداد؟ ده يصح برضه؟ يعني دي المكافأة اللي كان في أهلها إنها جابت له عيل يقوم يطلقها؟ وأنت يهمك إيه كان جاب عيل ولا اتنين ولا خمسة؟ باختصار اقتنعت. اقتنعت؟ أيوه، يعني الموضوع اتسوى تماما تماما، بس زي ما تقول يعني كده سايب شوية آثار بسيطة. ما أنت عارف يا سلامة بيه، الإنسان هو الإنسان. طبعا طبعا. ايوه زي ما تقول كده يعني في شويه عدم ثقه. لا لا لا، بس الزمن كفيل انه ضيعها. ما دام الامر كذلك فثق يعني يجي بك انني سابذل كل طاقتي لادخال السعاده والبهجه الى قلب وداد هانم بشتك، وان تتاكد انت وهي انه لن ينازعها احد في قلبي، لا مسرات ولا الف مسرات. الحمد لله ان النفوس صفيت والمياه رجعت لمجاريها. الفضل كل الفضل لك انت ان يجبك. استغفر الله. استغفر. ايه قمت ليه؟ ده انا لسه ما لحقتش اشبع منك. معلش يا سلامه بيه، عشان عندي شويه حاجات كده لازم اقضيها. استاذن انا. بالمناسبه انا يعني كان في كده حاجه صغيره كنت عاوز اقولها لك. خير؟ انا ما اعرفش يعني وداد مصره ليه انها تكتب بعض املاكها وحاجاتها يعني باسمي، انا مش عارف ليه. لا أني عارف. حاضر، وقول لوداد هانم إن سلامة بيك الحلواني يزود لك مش ينقص منك. الله عليك يا سلامة بي. صباح جميل والدة باشا. صباح جميل فاطمة هانم. البرنس توسن كان عايز يجي معايا، بس أنا قلت له إن الوالدة باشا عايزاني أنا. انتي عارفة انا بحب البرنس توسون كتير، لكن بحب اقعد معاكي لوحدك عشان انتي دايما بتوحشيني. وانتي كمان بتوحشيني والدة باشا. وعشان كده هتكوني صريحة معايا فاطمة؟ انا دايما صريحة معاكي وانتي عارفة كده. انتي شفتي الرسالة دي قبل كده؟ كانت فين؟ دي ضاعت مني من زمان. يعني ده خط ايدك؟ دي رسالة قديمة قوي. طب يعني ايه؟ يعني بقالها سنين. طب احكي لي عنها فاطمة. ساعتها كنت معجبة بواحد ومش عارفة ليه كتبت له الرسالة دي. وبعدين؟ ردها لي. يعني ايه؟ لما الوصيفة اديتها له رفض يستلمها. مين ده يا فاطمة؟ واحد يا ستي. وبعدين الحكايه دي انتهت من زمان وانا نسيتها، ونسيت بعديها حاجات كتيره قوي. وكفايه عليا البرنس توسون ده، الحب الحقيقي اللي في حياتي. ايوه يا نشأت. احمد بيك الخزندار كلمي عاد امبارح، وجنابك سبت السرايا قبل الموعد. نشأت بيك. أمر مولاي. خلي أحمد بيك يدخل. صباح شريف مولانا. صباح شريف أحمد بيك. طبعا هتعذرني على معاد امبارح. تفضل اقعد. مولانا صاحب الأمر، أنا ما بحبش أخلف معاد أبدا، بس زي ما انت عارف الحكم ده زي مجموعة شوارع عليك انك تمشي فيها كل يوم، واحيانا في نفس الوقت.
احيانا بتحدد ايه الشيء الاكثر اهميه وايه الاقل اهميه، واحيانا مش انت اللي بتحدد، ظروف اقوى مننا. عندك ايه النهارده؟ للاسف يا مولانا النهارده أسوأ يوم في حياتي. لا 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 ما تقولش، احنا ضروري نسأل حد من المنجمين، فعلا يوم فظيع. لكن انت ليه بتقول كده؟ جنابك عارف طبعا ان انا كنت مكلف بقضية اشرقت. وعارف انك اهتميت بيها اخيرا. اللي قام بالحكاية دي افندينا مجموعة مكونة من 10 افراد كان هدفهم قتل أشرقت هاني، لكن الحرس تصدى ليهم، وخصوصا حمزة الحلواني اللي جنابك من عليه بالترقية وهو دلوقتي يزباشي. المجموعة دي كلها هربت، بس بعد كده ابتدأت عملية قتل جماعي، كل ما رجال الأمن يقتربوا من واحد يتقتل، وهكذا واحد ورا واحد ورا واحد، مفضلش غير واحد بس. دي رواية يا أحمد بيك. هي فعلا فعلا رواية. أنا شخصيا شكيت في عملية الأكل الجماعي دي، بس وصلتني أخبار أكيدة وتابعتها ورحت السويس. سموك طبعا ما يخفاش عليك حاجة أبدا. هو فعلا رحت السويس وقبضنا على الراجل اللي فاضل حي واسمه عبد الستار عبد الدايم، إنما كان مستتر تحت اسم ليل عبد الدايم. ليل؟ مغفل. اسم ليل ده يلفت النظر. وحققته معاه؟ واعترف. وعرفتوا مين اللي وراه؟ أنا هقراه بعدين، بس المهم عرفتوا مين اللي ورا الحكاية دي كلها. للأسف أفندينا هو صديق عزيز جدا، اسماعيل باشا المفتش. غريبة، انا كنت حاسس انك بتتجه لاسماعيل، بس انا ما كنتش متصور ده ابدا، لاني عارف ان اسماعيل بيحب اشرقت طول عمره، ومتأكد ان اللي بيحب عمره ما يكره. انت مش برضو بتفهم في الحب يا احمد بيك؟ يا مولانا انا مش خبير في الحكايه دي. ايه يعني عمرك ما حبيت؟ لا طبعا حبيت، وجنبك عارف الحكايه من زمان ان انا حبيت مراتي. لما حد يسال حد انت حبيت قبل كده، ما بيبقاش متوقع ان الاجابه هتكون انا حبيت مراتي. للأسف يا مولانا هي دي تهمتي. إجابتك يا أحمد بيه بتدل على حاجة من اتنين، يا إما إنك ساذج جدا، يا إما إنك مكار جدا. أنا يا مولانا ما عنديش القدرة العبقرية اللي عند البعض إنهم يحبوا ويعيشوا الحياة الدنيوية. أنا شوية الشغل اللي عندي اللي أنا بعملهم دول مخليني ما أفكرش في أي حاجة تانية. طيب يا أحمد بيك أنا مضطر أنهي المناقشة لإني مشغول قوي، بس ده مش معناه إننا مش هنكمل كلامنا، لا هنكمل كلامنا وفي الغالب قريب قوي. أما قضية أشرقت فسيبها لي، وبرضه هنتكلم فيها قريب جدا.